السلام عليكم ميني فلوغ. اليوم الحد، شوفوا شتي تبارك الله. وانا كنفيق الصباح ضروري من البيخره والعود، انا محبين العشاق العود. كنطلق القران، نجمعوا الصلاه، نجمعوا البيوتا، البيخره ضروري، الروائح الزوينه في الصباح ضروري، كتخرج لنا ريحه النعاس وراك عارفين. وكنحلوا عويناتنا على ريحه زوينه باش كنبداو نهارنا زوين بالنشاط والحيويه. وكندخلوا للكوزينه ان شاء الله وغنبداو نديروا واحد الغديوه. ها هو الطويجين ديالي بالبطاطا والكفته وفليفله حاره، وضروري العصير اللي ما كنستغناش عليه اللي دار ضجه وحمقكم، وضروري شي حاجه نديرها حلوه لكوتي الوليدات اليوم الحد. راكم عارفين شي كيكه ولا شي حاجه، فانا درت كيكه زويونه، راه خليت لكم المقادير ديالها في الفيديو في اليوتيوب. وبسلام عليكم، الله يعاونكم.